السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمامكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. الموضوع مشاهدينا الكرام عن ارتفاع الأسعار في العراق، الغلاء وصعوبة المعيشة بالنسبة للمواطن العراقي، وكذلك الإجراءات الحكومية والسياسات الاقتصادية المتبعة، كيف يقيمها المواطن العراقي؟ كيف يتابع تحركات الحكومة؟ وهل يعتقد المواطن أو يرى أو يعني برأيه، هل ما تفعله الحكومات في بغداد والأحزاب وكل من هو مسؤول في هذه الدولة هي سياسات اقتصادية مفيدة بالنسبة للوضع الحالي في العراق؟ هل الوضع الآن بالنسبة لقضية الحصة التموينية، بالنسبة لقضية ارتفاع سعر برميل النفط، هل استفاد المواطن العراقي من هذه المتغيرات الحاصلة في العراق؟ هل نفذت وزارة التجارة ما وعدت بالنسبة لقضية الحصة التموينية؟ وهناك حديث بأن وزارة التجارة باشرت بتوزيع المواد، لكن هناك أيضا في المقابل نفي لهذه الأخبار ولهذه الشائعات بأن هذه الوزارة لم تحرك ساكن، لا يزال المواطن يعاني. نود منكم أن تشاركوا لإبداء رأيكم وتعليقاتكم بشأن هذا الموضوع حقيقة، وخاصة في ظل أيضا هذه الدعوات المستمرة والتظاهرات التي تخرج بين فترة وأخرى في بغداد، وخاصة اليوم الجمعة هناك تظاهرات خرجت في محافظات عراقية مختلفة رفضا لارتفاع الأسعار، رفضا للإجراءات السلبية التي تتبعها حكومة بغداد بالتعامل مع الأزمة الاقتصادية، وخاصة أن العراق بلد متأثر بالمتغيرات الدولية، لأنه يعتمد على النفط مصدرا وحيدا للدخل، ولأنه بلد مستورد، بلد يعتاش على الآخرين، بلد مستهلك، لا ينتج ولا يصدر ولا يصنع أي شيء، وبالتالي هو يتأثر بالمتغيرات الدولية. الحرب الروسية الأوكرانية الحاصلة الآن أثرت على العراق بشكل كبير جدا، لأن العراق يستورد كثير من المنتجات من روسيا ومن أوكرانيا وتحديدا الغذائية، وبالتالي هنا الآن انعكس هذا الموضوع على العراق، لأن مصادر هذه المنتجات أو هذه الموارد منها ما توقف ومنها ما هو أصبح يعني به مخاطر ربما بالتوصيل، أو ربما هناك صعوبة بالحصول على المنتج نظرا للوضع الحالي. وأيضا مشكلة أخرى هي مشكلة الدول التي أغلقت بابها، باب التصدير تحديدا أمام الآخرين، نظرا لأنها تتوقع أو تعتقد أن الأزمة قد تطالها، وبالتالي تخشى أن تحصل هناك أزمة داخلية في هذه البلدان المصدرة للمنتجات. وهنا دخل العراق في أزمة جديدة، هي أزمة الحصول على ما يحتاجه من دول أخرى، خاصة وأن هذه الدول كما قلنا قامت بإيقاف التصدير بالنسبة لبعضها. إذن مشاهدينا الكرام، تعليقاتكم بشأن هذا الموضوع، هل تعتقدون بأن التظاهرات تكفي أن تكون مجرد مطالبة بمعالجة الأوضاع الاقتصادية، أم أنها يجب أن تكون تظاهرات أعم وأشمل تعالج كل المشاكل الموجودة في العراق؟ هل نجحت الثورات أو هل نجحت التظاهرات المطلبية التي خرجت بين حين وآخر طيلة السنوات السابقة، تطالب بكهرباء، تطالب بماء، تطالب بتعيينات، أو تطالب ببعض الخدمات، أم أن التظاهرات الحقيقية التي يجب أن تحدث في العراق هي تظاهرات تقتلع هؤلاء من جذورهم وتنهي هذا الحكم الفاسد الذي دمر العراق والذي أدخل العراقيين بدوامات مستمرة من الأزمات الاقتصادية، الأمنية، السياسية وغيرها الكثير؟ دعونا الآن نتابع مشاهدينا الكرام بعضا من التظاهرات التي حدثت اليوم وأمس في محافظات عراقية مختلفة. نبدأ من مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية، حيث خرجت تظاهرة رافضة لغلاء الأسعار ومطالبة بإيجاد حل حقيقي لهذه الأزمة. لنشاهد. ثورة يا علي، ثورة يا علي، ثورة يا علي،
مشاهدينا، الموضوع في العراق لا يقتصر فقط على هتافات تعنى بالأزمة، لكن أيضا تمتد إلى مسببي هذه الأزمات، إلى من يقفون حقيقة خلف كل ما يحصل في العراق من مشاكل. ولعل الاسمين القادمين اللذين ستسمعون هذه الأسماء تلخص حقيقة من هم الذين يقفون خلف المشاكل في العراق، وطبيعة هذه الجهات التي سيطرت على الوضع منذ 2003 وتحكمت بالبلد وأوصلته إلى ما هو عليه الآن. لنستمع. الإشارة واضحة مشاهدينا الكرام، والعراقيون جميعا يعلمون من هما هذان الشخصان اللذان ندد المتظاهرون بهم بوجودهما في العراق، وطالبوا بأن يكون العراق حرا خاليا ليس فقط من هذين، لكن هما يمثلان حقيقة الأحزاب الحاكمة والميليشيات الموجودة في العراق وكل البلاء والمشاكل الحاصلة في هذا البلد. من أوصل العراقيين إلى هذه المحن يرى العراقيون بأن هذان الشخصان هما جزءان من منظومة كبيرة حاكمة دمرت، أفسدت، خربت، أوصلت العراق إلى الأزمات. يدعون الإصلاح، يدعون البناء، يدعون حب الوطن، لكن الواقع مختلف تماما عن هذه الشعارات. معنا السيد كيان من بغداد، تفضل يا كيان، حياك الله. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه طيبه لك وللكادر الطيب ولقناتك هاي الكريمه. حياك الله. استاذ محمد، احنا وصلنا مرحله بطل الزيت الداعبي، وصلنا مرحله يعني هاي الاسلام اللي يدعون به. هاي الاسلام هو اي مسلم يستهزئ باي حكم من احكام الله سبحانه وتعالى هذا كافر. هم ذول كفار، مو اسلام ذولي. هم لو اسلام حقيقيين كان مسحوا ودمعة يتيم، كان فرحوا ام شهيد مسحوا ودمعتها وقالوا لها انت ام الشهيد واحنا يمك واحنا ولدك، كان رجعوا النازحين لاهلهم معززين مكرمين، يوم لكم ويوم عليكم. هي هاي الحياه، هاي الحياه. وثق بذات الله، لا عندي نازح ولا اعرف نازح ولا يقرب لنازح ولا يمي نازح، بس الله سبحانه وتعالى ما يقبل بالظلم، يعني الله سبحانه وتعالى يحب لنا الخير، بس الانسان للانسان يحب الشر، فحرام علينا نسكت واحنا اسلام، نسكت من نشوف اهلنا وناسنا ينامون بالصحراء بالعراء، هاي حرام. سؤال سيد كيان، يا اهل القبله، اسمح لي استاذ كيان محمد، يا اهل القبله، يا يطلع من الحمام تقولون لعلي ذاك علي، بري علي، علي مع الحق والحق مع علي، انتم باطل، هذا باطل، شلون تقولون لعلي ذاك علي؟ طيب. اسمعني سيد كيان لو سمحت. سيد كيان، الشعارات اللي رفعوها أهالي محافظة ميسان قبل شوية اللي هي لا مقتدى ولا هادي حرة تظل بلادي، هذا خليني أسأل عن مقتدى الصدر، قام قبل قليل بضع ساعات يعني بالتبرع بمبلغ 10 ملايين دينار عراقي من أجل مساعدة الفقراء. شنية 10 ملايين دينار عراقي اليوم عند شخص مثل مقتدى الصدر على سبيل المثال؟ خلينا نضرب مثال بسيط، احنا ما نعرف ايش قد عنده بالضبط، لكن نقدر نشوف ونقيم نظرا لما يظهر امام وسائل الاعلام. السياره واحده من السيارات اللي يركبها عندما يذهب للقاء المسؤولين، هاي اللي هي جي اكس ار تويوتا، الجكسار اسمها بالمحلي، هاي قيمتها ايش قد؟ هل معقولة أنه هذا الشخص اللي هو عند المسؤولين والأحزاب والنواب والوزراء وكل هذه الشخصيات والأفراد اللي يعملون في الدولة وإيدهم متورطة بالفساد وعندهم فلوس ورواتب، حتى بالنهاية ينطي 10 مليون دينار عراقي؟ إيش ممكن تسوي؟ وكم عائلة ممكن تساعد؟ أستاذ محمد، ذولي
يضحكون عذقون، هو انت ليش تقول سياره؟ رقم من ارقام سيارته ارقامه مميزه فوق العشر ملايين، رقم مميز من ارقام سيارته. ارقام سياراته، ليش سياره سياره هواي، رقم من ارقام سيارته. هذول يضحكون عذقون، يضحكون على الناس ويشوفون اعلاميا. أي. ما شاء الله هم خير من الله عندهم قنوات اعلاميه، القنوات الاعلاميه تكلف، منين جابوا فلوس قنوات اعلاميه؟ يقول احنا ما عندنا واحنا كذا واحنا اهل لا اله الا الله. تبرع من عندكم الله. هذول يضحكون عذقون، والله شوفوني انا ما عندي، تبرعت من مال الحر 10 ملايين دينار للفقراء، ترى انا رجال ما عندي، سيد عمال حكيم مديون، سيد مقتدى سامي يطلع مديون، وهذا العامر يطلع مديون. هاي مصيبه مصيبه كبرى. شوف استاذ محمد، احنا هاي ما ننظر شعارات لا مقتدى ولا هادي، حرة تظل بلادي، هاي هواء في شبك. احنا مو مع شعارات بعد، الخضراء قريبه. انت من الطب للخضراء ينتهي الموضوع كله، هاي مال شعارات ومظاهرات سلميه وينطلق عليها رصاص حي وتعتقل الناس وبالليل تنذبح الناس وتروح الميليشيات بالسلاح الابيض وتضرب الناس او تهددهم لا تطلعون ولا تروحون مظاهرات. هاي هيج، هاي هواء في شبك. اما ننهض نهضه وحده، نهضه رجل واحد، اما لا ننهض. تتوقع يعني تتوقع الفقر كله. تتوقع الفقر اليوم في العراق خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنتجات بشكل عام، وارتفاع نسب الفقر في العراق، وضعف القدرة الشرائية، وأزمة النفط، وأزمة الدينار، ما راح تولد ثورة جياع بالعراق اليوم؟ راح بالمناسبة أستاذ محمد، أخذ ملاحظة قبل لا أجاوبك سؤالك. تفضل. إحنا هسه النفط صعد بال 120-115 دولار، مو صحيح النفط؟ صحيح. إيه سعره؟ نعم. صعد النفط وبطل الزيت غلى، ما أعرف شلون مقارنة ما أعرف. طبعاً تولد ثورة جياع. أنت تدري أستاذ محمد، راح أحكي لك شيء عيب ينحكي إعلامياً. أكو ناس ما عنده تقلب مي، تقلب مي تقبضها كلها تاكل سلك. بذات الله تاكل سلك. نعم. اكو ناس ما عندها استاذ محمد، عيب عيب على بلد، اغنى بلد بالعالم احنا يطلع العالم على بطل زيت 3000 4000 دينار ب 5000. طيب شوف سيد كان، يعني احنا نروح ونجي ونقول موضوع انه ذولا فاسدين هم السبب هم الكذا، لكن خلينا نتكلم من ناحيه منطقيه شويه. هل معقولة أنه دولة مثل العراق أو أي دولة بالعالم تعتمد على مصدر واحد للدخل؟ يعني النفط هو المصدر الوحيد للدخل بحسب وزارة التجارة. أرقام وزارة التجارة الشهر 7/2021 تأكد أن أكثر من 92% من واردات العراق خلال شهر كامل هو بسبب النفط، هو من النفط، الأموال تأتي من النفط فقط. يعني معقولة أنه الدولة سنين ودعم دولي وأموال وبيع النفط بأسعار خيالية خلال فترة من الفترات، أنه ما قدروا يطورون قطاع الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو أي قطاع آخر يجيب لهم أموال غير النفط؟ معقولة الدولة تعيش على مصدر واحد؟ استاذ محمد هم اول شيء هذول مو دوله، ناس حراميه، والنفط بسرقات حلوه، هاي وحده. ثاني شيء ما يقدر يطور زراعه وصناعه، قل لي ليش ما يريد؟ هو ما يريد ليش؟ لان اذا طور الزراعه ايران ينقطع رزقها، امه وابوه ينقطع رزقها، ولا طور الصناعه امريكا امه وابوه ينقطع رزقها. فهذا شلون؟ هذا هو هسه، هو هذا عبد مو لله سبحانه وتعالى، يعبد اصنام، يعبد دول. هاي جاره ايران، والله مو جاره، العاره ايران، وذي اللي جتنا من وراء القارات الله لا يوفقها، دمرت هذا البلد الامن، كان امن بلد بالعالم، بلد زراعه وصناعه وتعليم، احنا علمنا الناس قراءه وكتابه. هسه هم ملتهين مؤتمرات وبوس واحضان وفيزا وكنتاكي وسبكتي، ملتهين ما يدرون بالعراق ايش بيه، ما بيه، جاع، مات، انتحر، راح. تعال شوف حالات الانتحار، شوف العالم اللي قاعد يصير بيها. هاي مو يومهم اساسا. هم اساسا ما يفكرون بشيء اسمه عراق استاذ محمد. نعم. هذول ناس نازعين النقطه، هاي نقطه الغيره نازعينها، وانا اشكرك واشكر قناتك الطيبه. شكرا جزيلا سيد كيان من بغداد. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام تظاهرات اخرى من محافظه بابل لمتظاهرين غاضبين رافضين لغلاء الاسعار، ارتفاع الكلفه على المواطن تؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية وصعوبة الحياة في ظل هذا الغلاء. خلينا نشوف ونرجع. ثورة علي، 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 ثورة علي،
مشاهدينا الكرام، صحيفة الأمن الدولي الإيطالية قالت إن العراق يشهد حالة من الغضب الشعبي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يحاول المسؤولون الحكوميون تبريرها أنها نتيجة الحرب على أوكرانيا. يعني إحنا بنقول الحرب على أوكرانيا، وروسيا وأوكرانيا يعتبران أو يمثلان ما مجموعة 30% من حجم المساهمة العالمية من الناحية الغذائية. نعم، دولتان مهمتان مؤثرتان من الناحية الغذائية على العالم، لكن يعني شنو اللي خلى العراق يعتمد بكل شيء على الآخرين؟ أنت عندك أرض زراعية مثالية، أصلا العراق منذ النشأ هو بلد زراعي. المصانع العراقية اللي توقفت والتي تحارب الصناعة العراقية منذ 2003 لغاية اليوم أيضا سبب غير مفهوم أن احنا نظل نعتمد على الآخرين. مواطن عراقي، وقلنا سابقا مواطن عراقي نشر مقطع مصور من روسيا البلد اللي داخل في حرب وهناك أزمة وهناك عقوبات اقتصادية عليه، ذهب إلى مركز تسوق وقام بتصوير أسعار المنتجات ومن ضمنها الزيت. طلع سعر البطل الزيت ما أقل من الدولار، أعتقد أقل من الدولار الأمريكي، في حين هو في العراق سعره 5000 دينار عراقي. يعني المواطن العراقي اللي صور ذهب إلى مكان بيع بالتجزئة، يعني بيع بالمفرد، فيضيف التاجر أو البائع نسبة معينة من الربح. التجار اللي يستوردون يذهبون إلى المصانع فيأخذ بكلفة أقل، يعني سعره الحقيقي أقل من الدولار، ربما النصف ربما ربع للبطل الواحد لللتر. فليش سعره بالعراق 5000 دينار عراقي وفي تصاعد مستمر؟ الطحين اللي ب50000 دينار صارت الجونية اللي كانت ب10000، ليش صعد السعر؟ ألم يصل العراق في مرحلة من المراحل خلال بضع سنوات الماضية إلى اكتفاء ذاتي من محاصيل الحنطة والشعير؟ ليش عندنا الطحين بغلاء مستمر؟ المواطن العراقي الفقير صاحب الدخل المحدود شلون يقدر يعيش في ظل هذه الظروف الصعبة؟ اتصال ويانا السيد حيدر من البصرة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك سادة محمد، شيخ بارك الله يبارك بيك، حياك الله حيدر، تفضل. الله يحييك. ما يفكرون هم عليهم، بس يفكر من يفكر بحجده ويفكر بمنصبه والعالم جوعانه وما حد يفكر به. نعم. ما أدوم ترى، هي ما أدوم، ما أدوم متبس الله الكريم سبحانه وتعالى. نعم. كل من سبب تجويع الشعب الله لا يوفق إن شاء الله، لا بالدنيا ولا بالآخر إن شاء الله. يعني بطل الزيادة 4000 دينار وخمس آلاف. نعم. عمي حرام، وين ترحم من الله؟ ومن ترحم من أهل البيت؟ أنت بتسوون هالسوالف هاي؟ سيد حيدر، الله موجود. سيد حيدر، اليوم من صعد سعر برميل النفط، انت مواطن عراقي شو استفاديت؟ كل شيء ما استفاديت، كل شيء ما استفاديت. ليش ما استفاديت شيء؟ الداين وصرف كل شيء ما استفاديت. ليش ما استفاديت شيء؟ مو المفروض هذا الموضوع يفيدك انت المواطن؟ طبعا، بس اذا المريض يذهب لجوب الفاسدين يذهب. اليوم الحكومة لما تنطي 100000 دينار عراقي لأصحاب الدخل المحدود اللي هم 500000 دينار من الموظفين اللي يأخذون 500000 وأقل، والمتقاعد اللي يأخذ 1,000,000 دينار وأقل، 100000 دينار عراقي اليوم لعائلة مكونة من 5 أفراد، إيش ممكن تجيب لهم اليوم؟ شلون يقدرون يعيشون؟ كل شيء ما تجيب 200000 فيه، 200000 ما تبلي تستمر، 200000 ما تبلي. ثم صار كرب 52 صار 56 و57 و58. نعم. وين الحصة التموينية؟ وزارة التجارة تقول اكو حصة تموينية، انا اسالك هسه انت المواطن، اكو حصة تموينية؟ لا ماكو حصة تموينية، سووها فلوس لجوفهم. سيد حيدر، اشكر حضرتك للمشاركة ويانا. السيد ابو عمر من بغداد، تفضل يا ابو عمر. حياك الله استاذ محمد. الله يسلمك، حياك الله. وحيا الله كادر الرافدين والساده المشاهدين. كل الهلا يا ابو عمر، تفضل.
حياك الله. استاذ محمد، احنا نعرف العراق هو البلد الغني يعني من الدول اللي يعني اغلب ما يكون لنا بالثوره النفطيه والزراعه والصناعه، لكن للاسف استاذ محمد اداره البلد واحزاب السلطه من 2003 بعد احتلال امريكا من العراق يعني هاي سلطه الاحزاب، احنا كلنا العراقيين من برينا خلال حكمهم اللي شفناه من عندهم، يعني ما رجعوا الصناعة وما رجعوا الزراعة وما رجعوا المعامل الاحتلال الأمريكي اللي ضربها واللي دمرت واللي انزرقت واللي يعني هواي صار بينا أمور، يعني ما شفنا أحد من رؤساء هذه الحكومات اللي استلموا رؤساء الوزارات والقادة الميليشيات اللي ما عندهم من أمثال هذه العامل ومقتدى القدر وهذول الشلل البور اللي جتي، يعني ما شفنا من عندهم ولا ما شفنا من عندهم نهضة لأنه للشعب العراقي يعني يقدمون إلى يعني بحيث أنه ما يطالب مستقبلا يظاهر أو يصير حرب أو يصير أي أمور، ما اتخذوا إجراءات اللي يوقون من ضمن يعني تعليمات أو مفهومية إدارة البلد، يعني إدارة البلد ناس يرادلها، ناس فاهمة، ناس متعلمة، ناس بعيدة عن الدين، ناس إلى يعني يعني إنها شهادة إنها حبها لولاها للوطن، كل وزارة اللي تعمل إلى وزيرها يعني من حيث أعماله، من حيث يعني الناس اللي يتوفون عنده، من حيث الشهادات، من حيث أمور هواية، لكن للأسف الشديد انبنت هذه الوزارات وانبنت هاي الحكومات وانبنت هاي السلطات الأحزاب اللي من أجل وكافة كلها بالقتل وتدمير الشعب العراقي. يعني هاي صوره يفهم واقع حال العراق. طيب هسه يعني هذا الكلام هذا الكلام كلام سليم وكلام واقعي ومنطقي وعلى العين والراس، بالمقابل اسال حضرتك هل تعتقد بان هذه المظاهرات اللي دا تطلع اليوم اللي دا ترفض غلاء الاسعار او المظاهرات اللي طلعت قبلها طالب بخدمات او طالب بوظائف او طالب بغيرها، تعتقد بان هذه الانواع من المظاهرات يمكن ان تعالج الازمات بالعراق لو هي ده توقف على مشكلة واحدة وده تهمل مشاكل كثيرة؟ أستاذ محمد يعني مع احتراماتي للشعب العراقي يعني المفروض الشعب العراقي ممتلئ يعني مثل يعني ما نكتفي يعني إذا يريد يطلع تظاهر يعني بسيطة يعني عن يعني قد أمر يعني قامت به الحكومة طلعوا تظاهرة رفضوا هذه الأمر رفضوا هاي الفقرة، لكن بس مو يطلعون تظاهرات انه يريد يعني حقه كوطن، يريد حقه تعيين، يريد حقه بانه مواطن عايش في العراق، يريد حقه بانه من يكبر شنو راح يكون مكانته بالمجتمع، يريد ان يكون هدفه يعني نقدر نقول شهادته متعب عليها واهله صرفوا عليه، وين راح يروح؟ يقعد بالتي يباوع شهادته استاذ محمد. التظاهرات هذول ناس يعني خارج المقوميه، خارج العلم، خارج يعني اداره البلد، ناس قلت لك يعني ناس ضمائرهم ضايعيها، ناس بس لغه الدم يعرفون القتل، اما التظاهرات من يطلعون هذول حق مشروع. يعني لبقوا عليهم سهم بان هذول ناس تدعمهم دول تدعم كذا، طيب اذا تدعمهم دول تدعمهم اي دوله كانت شو الدعم قدموه؟ زين يعني انت اللي قدمته للعراق شنو على مود التظاهرات تكون مدعومه؟ يعني يا 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 احزاب السلطه انت لو كانت عندكم خبره وكان عندكم تقدم بالزراعه وبالصناعه وبالمعامل كل هاي الامور لا كان التظاهرات تقدر نقول عليها تظاهرات غير صالحه، غير يعني منطقية وغير قانونية وغير شرعية، لا التظاهرات شرعية وثورة تسليم طلعت من أجل بناء وطن، من أجل حتى 18 سنة المواطن العراقي قاعد يعيش الظلم، يتهجر، ينقتل، من يطلع تظاهرة يعني ينقتل، أي تظاهرة تطلع بالعالم مثل الشعب العراقي تطلب الدخانيات. طيب أبو عمر يعني اليوم لما يطلع المواطن من أجل غلاء الأسعار انجبرت هذه الحكومة ورضخت وعالجت بحل ترقيعي المشكلة وسكت المواطن، طيب ماذا عن الفساد الموجود في الدولة؟ ماذا عن غياب الأمن؟ ماذا عن انهيار النظام التعليمي؟ انهيار النظام الصحي؟ ماذا عن الفساد الموجود في مؤسسات الدولة؟ كثير من المشاكل الموجودة في العراق، فقدنا الاتصال، هل يعقل أن يظل المواطن
يطالب بحل مشكلة ويهمل المشاكل الباقية؟ مو أنت إذا اليوم تعالجت الأزمة الاقتصادية على سبيل المثال، أنت حتدخل في مشاكل أخرى، عندك مشاكل القطاع الصحي، الأزمة الأمنية، عندك المشاكل السياسية، عندك مشاكل التعليم، مشاكل الخدمات، بلد مليء بالمشاكل. هل من المنطقي أن يكون التظاهر والخروج ضد مشكلة واحدة وإهمال بقية المشاكل الموجودة اللي هي واحدة مرتبطة بالثانية؟ لأن من يدير العملية بشكل عام هم الذين يحكمون، فبالتالي هو اللي يسبب لك مشكلة الاقتصاد، وهو الذي أدخلك في المشاكل الأمنية، وهو اللي سبب مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية وغيرها. فأنت تطلع من مشكلة تدخل في أخرى. محمد بن بغداد، تفضل يا محمد، حياك الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ محمد؟ حياك الله يا محمد. الله يسلمك. والله أستاذ، بالنسبة لهذا الوضع بالعراق حاليا، يعني هذول ما تسمى بالحكومات السياسيين اللي جوا للعراق، هذول ما جوا يخدمون البلد ولا يعمرون ولا يطورون. لأن هي أزمة يدخلون البلد فيه. نعم. فدولة ولاهم من ولاهم بيعهم. ولاهم الدول، يعني ما أدري اللي هي كانت تدعمهم، ما أدري شنو هم كانوا ما يسمون نفسهم بالمعارضة. أي. فإحنا كنا نتأمل خير يجون ناس يعني يريد دخل العراق من حال إلى حال. بس ما حد يعني كثير ثلاثة العراق دخل أزمات لحد الآن. نعم. فأزمة وراء أزمة. فما يصير حل من هذا. يعني يعني بالأخير يعني هاي ال الحدث البطل الزيت وما اعرف شنو يعني. نعم. والله عيب يعني. يعني هذا طيب. البلد مع الاسف هيك وضعه يوصل لهذا هاي المرحله، توصل هاي المرحله البلد هذا. سيد محمد يعني سيد محمد، وزير الصناعه السابق محمد صاحب الدراجي طلع بلقاء تلفزيوني قال اذا تفكر تشغل المصانع نسوي بيك كذا، تهديدات كانت من جهات غير معلومه، هو لم يذكرها طبعا. كانت هناك المعنى، كانت هناك جهات ما تريد الصناعة تشتغل، ما تريد الصناعة العراقية ترجع مثل ما كانت سابقا. إذا هم يتكلمون بالوطنية، إذا هم يتكلمون بالوطنية وبالشجاعة وهم ما يخافون من أحد وواحدهم ما شاء الله يسيطر على الكل. طيب، محمد صاحب الدراج وغيره من هؤلاء اللي اجتهم تهديدات من جهات، اللي فلان شخص أو فلان مسؤول قال له لا تسوي ولا تشتغل ولا تعمل، ليش ما يطلعون يفضحون هذه الأسماء، يفضحون هذه الجهات؟ إذا هم ما شاء الله وطنيين يخافون على هذا البلد وعلى مصلحته، وهم عندهم حصانة وعندهم حماية، ليش ما يستغل أنه هو في منصب وصاحب نفوذ أنه يتشجع ويروح يكشف ويفضح هذه الجهات اللي منعت أن تكون هناك صناعة عراقية، حتى يعمل القانون، حتى ينجبر القانون أنه يعمل بشكل أو بآخر؟ ليش ما حد منهم يتحرك؟ والله اجاب اي تفضل اجابه دول المسؤولين او الوزراء او اي واحد يحمل منصب، دول بس تصريحات. يعني احنا حكومه يعني بس صار وفعل ماكو. هذول بس كلام تصريحات، يقول لك على الفئات، الفئه يعني الغشيمه، الفئه اللي ما تفكر، على ما تتعاطف ويانا ونبقى هيك احنا نصرح وكذا، لان ما يسوون شيء ابدا. هذول جوي على هدف، هدفهم هم تدمير هذا البلد. ماكو واحد يعني يجي واحد يريد يحكم البلد هذا، يبي شيء على نظام معين. يعني تنظر العراق وين وصل الحال. يعني مجتمع عاني، اذا اريد اقول مثلا نسبه التخلف فيه 70-80%، يعني انا خلني اقول هذا الرقم. ونسبه الجهل والعدم الانتماء، خلني اقول يعني وضع ممكن. نعم. يعني بس تصريحات، دول المسؤولين بس تصريحات لحد الان، من الفتنات لحد الان صرحت الشكل، وجو مسؤولين وجو ناس معممين وصرحوا وما ادري شنو اللي قبضناه احنا، هذا الشعب شنو اللي قبضه؟ لا اكل حساب للوزراء اللي بالفساد، اللي قتلوا الناس، اللي قتل العراق كله، دمروه وشردوه، لا اكل فساد، لا اكل مثلا حساب لهم. فالوضع في العراق ما يصير له حل الا دولة هاي حكومة المنطقة الغبراء تنقلع من جذورها وتيجي حكومة انقاذ في البلد هذا. شكرا يا محمد، وصلت الفكرة. نعم، اشكرك من بغداد. ويانا اسامة من كركوك، تفضل يا اسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اشكرك واشكر هاي القناه واشكر على المقيمين على البرنامج. الله يسلمك، تفضل يا اسامه حياك الله. استاذ بالنسبه للصناعه بالموضوع حقكم الصناعه بالعراق، الموضوع مو الصناعة اليوم، الموضوع احنا هو جزء طبعا، الصناعة جزء من موضوعنا، لكن احنا موضوعنا عن غلاء الأسعار، ارتفاع التكلفة على المواطن. اليوم العراقيين تحذيرات انه ممكن تحدث ثورة جياع، تتوقع اكو هيك شيء ممكن يصير؟ 100% يا استاذ محمد، الجوع جاي بالعراق وش ظل بقى يا استاذ؟ شي 60 وصل 50,000 50,000 الزيت وصل ب 4,000 دينار مباشرة. ليش 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 الطحين ليش الطحين وصل الى 50,000؟ شنو الاسباب برايك يعني؟ الاسباب كلها توزيع ما خاصة، احنا نسال يعني لا يعني نقدر نرجع للماضي اي، لكن نظام السابق كان كل 24 يوم 25 يوم تستلم الحصه التموينيه كامل. طيب يعني بحيث من شاي، عدس، حمص، طحين درجه اولى، تمن درجه اولى، يعني ما منقوصه مليم زين. طيب. هسه على الحصه استاذ محمد ماكو بالتموين اي شيء ومخلينا وزاره التجاره. سيد اسامه، كم ماده موجوده بالحصه التموينيه اليوم؟ الطحين كل نبات كل 6 اشهر 4 اشهر الله يجي مره واحده، والتمن يجي معفن، والمعجون ما اصلا ماكو معجون، وهاي هي والشكر والزيت. يعني اربع مواد ما يجي كل شهر استاذ محمد، ما يجي كل شهر. الزيت يجي كل 4-5 اشهر بطل للنفر الواحد، نعم، وشكر كيلو، وتمن معفن طبعا مو انا اقول، كل العراقيين عاد لسانهم يقول صحيح، والطحين كل 4-5 اشهر الله يطول شي طحين. اللي طيب بس سؤال، يعني قبل انت ذكرت، نعم، مثال، ضربت مثال بالوضع العراقي السابق انه كانت هناك حصه تموينيه، بغض النظر شنو نوع النظام او طبيعه النظام، لكن بالنهايه كانت هناك حصه تموينيه للمواطن المحتاج، وكان في 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 وكان في الازمات، وكان في ازمه الحصار ايضا، يعني كان هناك دعم. لكن السؤال، ذول اللي اجوا، بس اسمح لي ذول اللي اجوا بعد 2003 اللي دخلت الى خزائنهم مليارات، ما دخلت خزائن الدوله العراقيه من 1921 الى 2003، معقولة وزارة التجارة ما خسرت كم مليار في سبيل تأمين المواد الغذائية للمواطن العراقي طيلة هذه السنوات ما اجت في حصة تموينية، والمواد في تناقص مستمر؟ شنو الخلل؟ وين الخلل؟ وين المشكلة؟ أنا ما أريد أقول لك الخلل، هم كلهم لصوص. أنا بس أرجع للنظام السابق، لازم نذكر النظام السابق، لأن كان يعني انضرب العراق المثل بإدارة الدولة وقت الحصار، وكانت المواد كل تجي كاملة جاهزة، المواد استلمها بكل أريحية. هسه وين يا أستاذ محمد؟ ماشي يعني أشكرك يا أسامة من كركوك، وصلت الفكرة. وياي أبو علي من بغداد، تفضل يا أبو علي حياك الله. نص صوت التلفزيون أبو علي. أبو علي اسمعني من التليفون فقط لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام. ونص صوت التلفزيون على الأخير، تفضل يا ابو استاذ عمر. تسمعني؟ اسمعك استاذ عمر. محمد وياك. انا طبعا راح محمد وياك يا ابو علي. الشعب العراقي، واتحدث لك على الحكومه بس بدون مقاطعه. اي تفضل. حقيقه طبعا انا مستغرب على الشعب العراقي. حقيقه اكو يعني لما صار هو اكو صعود بالاسعار، انا ما اقول لك ما موجوده، بسبب رفع صرف سعر الدولار اول ما ارتفع. طيب. وقامت تزدايد الاسعار من اول يوم رفعوا الدولار ولحد هذه الساعه. تمام. واذا نتحدث بالاونه الاخيره، يعني انا بالنسبه اللي شفته بالبصره ومن بعض المحافظات، تقريبا محافظتين ثلاثه، مو نفس السعر اللي قاعد اسمعه على الشاشه. يعني مع كل اسف اكو كذب موجود. وين؟ المواطن العراقي يبيع ب 5,000 ويقولوا 4,500. احنا بالنسبه بالبصره عندنا اكثر سعر هو صار 3,000، من 3 الى ربع الى 3. بطل الزيت ب 3,000 بالبصره؟ يعني بالعماره ب 3,000 بلي. 3,000 بالبصره. 3,000 و3 الى ربع. نعم نعم.
استقبله وموجود عندي. يعني بس اريد اسالك ابو علي، سعر السمك بالبصره بيش؟ السمك اي نوع؟ اعطيني مثال على اي نوع. اعطيني اي نوع. 3000 ونص او 7000. تدري انت هذا السمك اللي يطلع من يمك ب 3000 ب 4000 يوصل لبغداد سعره 8 7 6 10؟ لا 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 عفوا، قاعد اقول لك بس اسمعني. انت اذا تقول انه عندك بالبصره السعر فلان او السعر كذا، من تذهب هذه المنتجات الى بغداد اذا كانت جايه عن طريق موانئ البصره، هي تمر بكثير من التكاليف الى ان تصل الى بغداد وغيرها من المحافظات اللي ترفع من تكلفتها. بعدين انت عندك مشكله انه انت ما عندك رقابه يا ابو علي. اليوم ماكو رقابه بالعراق تحدد السعر وتثبت السعر. اللي يتكلم بي انت تقول انه قد يكون اكو عندك واحد تاجر شريف دا يبيعه ب 3000، اكو استغلاليين دا يبيعوا حتى ب 6000 في بغداد وغيرها من المحافظات، فليش دا تكذب العالم يعني؟ اتكلم على اللي يخصك، تفضل. استاذ عمر محمد عفوا. نعم استاذ محمد، انا مو المقصود اكذب العالم جميعا، لا لا لا، انا اعتذر اذا اقول هذا الكلام، يعني مثلا كذب الناس الكل، لا لا انا ما قلت الكل، بل اقول من بعض الناس يعني عندها نوع من الكذب يا اخي. شنو هو الكذب؟ يعني مثلا يقول ب 5000 ولا ب 6، انا ما سمعت كلش. طيب. وقلت لك انا يعني سالت على محافظتين ثلاثه ضيافه الى البصره، وانا طبعا لما اشتريت بهذا السعر كون على دقه بالله ورسوله ب 3000 الا ربع. انا هسه بس اريد افتهم، انت تقول انه ماكو ازمه اقتصاديه، يعني ما عندنا مشاكل غلاء اسعار او ضيق على المواطن العراقي انه ما يقدر يشتري؟ استاذ محمد هاي المشاكل الحقيقه اللي قاعد عليها هي الحكومه. يعني اولا رفعت سعر الدولار، اثنين قامت تاخذ ضرائب كلش قويه على التجار، وانا سالت قبل فتره من بعض التجار قال انا عندي بضاعه، يعني مو ذيك البضاعه القويه اجتني، ياخذون من عندي 20 مليون و18 مليون، بالتاكيد هاي تصعد اسعارها يا اخي على المواطن. وهذه طيب. المشاكل اللي قاعد هي حقيقه المسبب مال الحكومه. يعني الحكومه والبرلمان المفروض ينزلون سعر الدولار. طيب. راح يصير تغير حقيقه بالاسعار، يعني كل شيء وايد ماشي. انا اريد اسالك عندي سؤال ابو علي، انت ابو علي من البصره، عندي سؤال لو سمحت. التقرير من الامم المتحده، هاي الأمم المتحدة يعني لا طرف حزبي دا يضرب طرف آخر ولا شيء، هاي الأمم المتحدة طلعوا بتقرير في بداية أزمة كورونا، قالوا بأنه العراق حاليا في 2020 بدايات 2020 العراق حاليا ب 3 ملايين وشوية من الفقراء، وهذا الرقم حينضاف عليه بحدود 6 ملايين بسبب كورونا وبسبب خفض قيمة الدينار العراقي. يعني أصلا من قبل لا تكون اكو خفض لقيمه الدينار العراقي انت عندك رقم كبير جدا من العراقيين تحت خط الفقر. هذا الرقم طبعا احنا بدنا نتكلم هيك ارقام، لكن الواقع يقول وبحسب ايضا الامم المتحده والوزارات الحكوميه الموجوده انه الفقراء بالعراق حاليا 40%، وهذا الرقم قابل للزياده يصير 50%. يعني المشكله مو مشكله حكومه الكاظمي اللي خفضت قيمة الدينار العراقي، المشكلة أنت عندك أزمة فقر وغلاء موجودة قبل خفض قيمة الدينار. أحسنت أستاذ محمد. أي؟ هذا الفقر حقيقة أنا أعترف به، ليس في حكومة الكاظمي، لا، كل الحكومات اللي إجت أكو فقر موجود. شنو سببها أستاذ محمد؟ سببها لأن ماكو عدالة عندنا بالعراق، ماكو إجت حكومة عادلة. يعني اكو واحد يستلم راتب 5 ملايين واكو صفر ما يستلم، اكو واحد يستلم 3 وواحد ما يستلم، واكو يستلم 4 وواحد ما يستلم، واكو فوق الخمسه وفوق 6 ملايين، حقيقه هذا اللي انا قاعد اشوفه. ويجي لما تجي هاي الحكومات تستلمت بحكومه الكامل ذاك اليوم تريد تستعطي للمواطن العراقي لكل عائله تعطيهم 100,000. انت شو يعني انت هسه حضرتك يا ابو علي تفضلت وقلت بانه لا حكومه بها خير، حكومات كلها فاسدة، كلها سببت مشاكل. الحكومات ما وقفت ويا المواطن العراقي. ما وقفت ويا المواطن. ماكو عدالة بالعراق. طيب. إيش عندهم باقين لعد من مناصب مستقتلين على البقاء ويطبون بانتخابات ويسوون أحزاب وكتل
ويأخذون أموالك وأموال بقية العراقيين إذا هم لا يصلحون للحكم؟ ليش باقين؟ أنا شاركك الرأي. شوف أستاذ محمد، والله العلي العظيم يعني لو هسه هاي الحكومة العراقية لو تعطي كل مواطن عراقي وليس عائلة، لا كل مواطن عراقي 10 ملايين قليلة بحقه، لأن النفط اللي قاعد يصدرونه يعني ما أقدر إيش أقول لك عليه. طيب هم انطوك 100,000، انطوك 100,000 دينار عراقي، ايش حتفيدك هاي 100,000 يا أبو علي؟ أبو علي، أبو علي، انطوك 100,000، انطوك 100,000 دينار عراقي منحة من هاي الحكومة بسبب ارتفاع سعر النفط، ليقول لك يا بهاك هاي 100,000، أنت أبو عائلة اليوم ال 100,000 هاي ايش ممكن تسوي لك بالشهر؟ شنو تسوي بالشهر؟ والله العظيم يومين. تقبل الله ورسوله يومين إذا رجعوا كلهم. أشكرك يا أبو علي من البصرة، شكرا جزيلا لحضرتك. أبو علي رغم قد يكون عنده وجهات نظر مختلفة، لكن هو في النهاية يتفق مع فكرة أن من يحكمون لا يصلحون، وهو ثاني رأي على فكرة، ثاني رأي بالضبط يعطي تفسير على قضية 100,000 دينار أو جواب على هذا الموضوع، أنه هاي 100,000 دينار اللي انطتها الحكومة للمواطن ما تكفي يومين، يومين ما تكفي المواطن العراقي. إذا كانت سعر كيس الطحين 50,000 دينار، يعني هاي كيسين طحين، طيب وباقي المواد؟ طيب إذا نجي نتكلم عن بقية المنتجات أو المواد الغذائية ندخل بحساب طويل. الحياة مو بس أكل، الحياة عبارة عن مستلزمات أساسية مثل الطاقة الكهربائية اللي ما موجودة بالعراق، يضطر المواطن يروح إلى أبو المولدة يسحب خط ويدفع فلوس في سبيل يحصل على قليل من الكهرباء. عندك المي، عندك الغاز وغيرها من الأمور الأخرى اللي تفرض بها ضرائب ومبالغ على المواطن العراقي حتى يدفعها في سبيل تمشي أو تمشي حياته وأموره. إذن 100,000 هاي لما طرحتها الحكومة كحل أو ك دعم، المن تدعم؟ منو ممكن تدعم؟ ابو الخمس افراد، صاحب العائله اللي هي مكونه من 5 افراد، او ابو العشر افراد، او اللي يعيل عائلتين، المن ممكن تدعم؟ عموما مشاهدينا الكرام الحديث يستمر، لكن خلونا نشوف الان مقطع من محافظه كربلاء لي ايضا تظاهره عن هذا الموضوع ورفض لغلاء الأسعار وارتفاع القيمة على المواطن العراقي مما يضعف من القدرة الشرائية للمواطن. خلينا نشوف ونرجع. مشاهدينا الكرام ويانا حسن، ابو حسن من بغداد، تفضل يا ابو حسن. السلام عليكم اخوي محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي محمد، يا غلاء الاسعار هم دول جايين على العراق حاقدين، يعني مسيرين بامر من اعداء العرب والعراق. يعني شنو اللي ناس يعرفون بلد تجويع الشعب، قتل الشعب، تهجير الشعب. نعم. جعله يعني مثل متسول. يعني الاسعار انا اعرف الدوله لما تكون دوله حقيقيه عراقيه لازم تبني بلد تخلي العراق يعيش فوق ال 100% رفاهيه، فتقول نسبه. الدوله علوا الدولار، الاراضي قاموا يبيعون بيها ما عبالك مال خلقهم. البلد رواتب ماكو، عاطلين عن العمل، خريجين ما عندهم وظائف. يعني شنو هم دولة جايين حاقدين على العراق؟ أكبر مثال قبل فترة يعني إجا هذا واحد محمد من عندهم قال على العراق أن يدفع فاتورة الحرب العراقية الإيرانية. شلون واحد شلون عليهم هذول العراقيين؟ هذول جايين حاقدين على العراق وعلى الشعب العراقي. طيب الزراعة دمروها، يعني حرق هذا شفناه على الأخبار. الأراضي حربية، ما يردون زراعة، ما يردون صناعة، ما يردون العراق أول يصير إلى شيء. هذول حاقدين على العراق يا محمد، عمرهم ما يبنون، وانا قايلها سابقا، عمرهم ما يبنون.
يعني الناس هجرت، الناس بالخيم، الناس بالمستشفيات اللي ادويه لازم، يعني شايف وزاره الصحه ادويه ما بيها، يعني يروح نعم. مريض لازم هو يجيب لك دواء ويجي. هم جايين حاقدين على العراق اخوي محمد. اشكرك يا ابو حسن، انا اعتذر منك الوقت لان انتهى. اشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركه. عندنا رساله من احد المشاركين نختم بها الحلقه. استاذ محمد، قضيه العراق ليست قضيه جوع وانما قضيه ضياع الوطن وسيادته وضياع شعبه، والسبب هو الشعب اللي ايد هاي الشله الحاكمه لسنين طويله بحيث سيطرت بقوتها الشرسه على الشعب وغسلت عقولهم باسم الدين. اليوم حس الشعب بالجوع والحل الوحيد هو الثورة. طبعا الحديث لا يكون بالعموم، لكن أكيد الفكرة وصلت. بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.